بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. وكما تعلمون أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، لأنهم بحاجة إلى عبادة الله، فهم المحتاجون إلى عبادة الله من أجل أن يتقربوا إلى ربهم فيرحمهم ويرزقهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. أما الله جل وعلا فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين، بل لو كفر الناس كلهم جميعا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا ولم يتضرر بذلك، لأنه الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى نوع العبادة بأنواع كثيرة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فمنها ما هو باللسان كذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والثناء على الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم العلم النافع، ومنها ما هو بالقلب كخشية الله ومحبته والخوف منه والرغبة إليه والرهبة منه سبحانه وتعالى، ومنها ما هو على البدن كالصلاة والصيام والجهاد والهجرة وغير ذلك من الأعمال البدنية، ومنها ما هو بالمال كالزكاة فإنها عبادة مالية، ومنها ما هو مركب من العبادة المالية والعبادة البدنية كالحج، فإنه يجمع بين المال بين عبادة الله ببذل المال وعبادة الله ببذل البدن. فالحاصل أن العبادة أنواع كثيرة منوعة، ومنها ما هو مقيد بوقت لا يقبل إلا في ذلك الوقت، ومنها ما هو مطلق في جميع الأوقات
من أجل أن تتاح الفرصة للمسلم أن يأتي من العبادة ما يستطيع. فالله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس في أوقات محددة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، أي مفروضة في أوقات محددة لا تقبل إلا فيها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا بيان مجمل أو ذكر مجمل لمواقيت الصلاة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بقوله وفعله، فبين صلى الله عليه وسلم أن دخول وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس، وأن دخول وقت العصر يبدأ بمساواة الشيء الشاخص أي المرتفع لظله، فإذا استوى الظل والشاخص فقد دخل وقت العصر، ووقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر، وقت الفجر بطلوع الفجر. علامات واضحة يعرفها كل أحد، العامي والمتعلم والعربي والعجمي، كل يعرفها، علامات واضحة للعيان. فهذه مواقيت الصلاة، وقد بيّنها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وبيّنها بفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى بأصحابه في تلك المواقيت وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ووقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر، فلو صلى المسلم بعد طلوع الفجر مباشرة صحت صلاته لأنه أداها في الوقت، خصوصاً النساء والمعذورين من الرجال فإنهم يصلونها إذا تحققوا من طلوع الفجر. وأما غير أصحاب الأعذار فهم مرتبطون بالجماعة فيؤدونها مع الجماعة في المسجد. ويجب على الأئمة أن يتقيدوا بالوقت، فلا يثقلوا على الناس ويؤخروا صلاة الفجر عن أول وقتها، لأن المبادرة بالعبادة في أول وقتها أفضل من تأخيرها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الفجر والناس في ظلمة، لا يعرف الرجل من بجانبه من الظلمة، ثم يطيل الصلاة فيقرأ بالستين إلى المئة آية ثم ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه إذا استبان النور. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالدخول بصلاة الفجر. وقد حدث أناس في هذا الوقت ممن يدعون العلم يؤخرون صلاة الفجر ولا يصلون إلا بعد الناس، ومع الأسف أنهم أئمة مساجد، فيشوشون على الناس ويفرقون بين الناس، والواجب أن يصلوا مع الناس في أول الوقت ويقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفتوا إلى من يشككهم في هذا الأمر، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة وعليها عمل المسلمين، وهذا أرفق بالناس وأسبق إلى العبادة، يجب عليه من يتنبه لهذا الأمر. ويجب على جماعة المسجد
إذا رأوا من إمام أنه يتلاعب بالوقت أن يناصحوه، فإن أبى فإنهم يرفعون بشأنه إلى الجهة المسؤولة عن المساجد، إما بأن تلزمه أو بأن تعزله وتجعل بدله من يصلي بالناس مع المسلمين ولا يشر ولا يختلف عن المسلمين، فإن هذا أمر مهم. وكذلك الصيام مؤقت، صيام الفرض شهر رمضان مؤقت بما بين الهلالين، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: أكملوا الشهر 30 يوما. وأما الصوم اليومي فهو مؤقت بما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعند هذه النقطة أيضا، فإن بعض المتعالمين أصبحوا يشككون الناس في بداية صيامهم عند طلوع الفجر، فيأكلون ويشربون إلى أن تطيب أنفسهم متأخرين عن أول الوقت، ولا يلزمون فلا يلزم ويمسك عن الطعام والشراب إلا بعد أن يمضي وقت على طلوع الفجر، فيكونون قد أكلوا وشربوا في النهار، وربما جامعوا نساءهم في النهار، وهذا أمر خطير، يجب التنبه لهذا الأمر وترك المغالطات والآراء الشاذة والأقوال المخالفة للسنة والمخالفة لما عليه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشذوذ ونهى عن الاختلاف في هذا الأمر. وكذلك الحج، قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. فالحج ينقسم، أو أعمال الحج تنقسم إلى قسمين: قسم الأول الإحرام، وهذا يصح في الأشهر المعلومات من دخول شهر شوال إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر، كل هذا وقت للإحرام بالحج خلال هذه الأشهر، شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، كلها وقت للإحرام. فمتى أحرم بالحج في هذه الفترة، في أولها، في وسطها، في آخرها، قد صح إحرامه وانعقد بالحج. وأما المناسك فإنها تؤدى في أيامها، أولها يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وهو يوم الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. والأركان والمناسك الأربعة: الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي، هذه تؤدى يوم العيد، ولذلك سماه الله يوم الحج الأكبر، ويبدأ وقتها جوازاً من منتصف ليلة العاشر، ليلة العيد، والأفضل أن تكون بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بالمناسك يوم العيد حينما وصل إلى منى بعد طلوع الشمس، ولكنه رخص للضعفة والمحتاجين، رخص لهم بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأن يرموا وأن يطوفوا ويسعوا ويحجقوا ويقصروا توسعة عليهم. وأما رمي الجمار في أيام التشريق 11، 12، و13 فإنه يبدأ بعد زوال الشمس، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة خلفائه، وسنة أصحابه،
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى أن زالت الشمس، ثم رمى الجمرات، ولو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لبينه لأصحابه، فكونه انتظر إلى أن زالت الشمس ثم رمى وتأخر معه المسلمون وهم ما يقرب من 100,000 انتظروا حتى زالت الشمس ثم رموا، هذا دليل على التحديد وأنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، فمن رمى قبل الزوال فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، وخالف أمره في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، والعبادة بالاتباع وليست بالأهواء والرغبات والشهوات وأقوال الناس، وإنما هي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا العبادات كما أمركم الله، مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن تغيير مواقيت العبادات تغييراً مخالفاً لما شرعه الله إنما هو من أمور اليهود والنصارى، فإن النصارى غيروا في وقت الصيام وأخروه عن وقت الحر إلى وقت الشتاء، وزادوا أياماً يعوضون عن تأخير عما فعلوه من التأخير، فغيروا دين الله عز وجل بحسب أهوائهم ورغباتهم. وكذلك تغيير العبادات عن مواقيتها هو من فعل أهل الجاهلية الذين يعملون النسيء. قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وذلك أن الله جل وعلا حرم القتال في الأشهر الحرم، فلما صار هواهم في القتال أخروا الأشهر الحرم إلى أشهر أخرى بعددها من السنة، فغيروا شرع الله عز وجل، فجعلوا الشهر الحلال حراماً وجعلوا الشهر الحرام حلالاً من تصرفاً من عند أنفسهم. وكذلك من اقتدى بهم من جهلة طلبة العلم في هذا الزمان، ممن يريدون أن يغيروا العبادات عن مواقيتها كرمي الجمار وصلاة الفجر غير ذلك، فعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يتقيدوا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو المتعين على كل مسلم. والله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ما يرضاه من العبادات ومتى تؤدى العبادات، فلم يترك الناس لآرائهم ولا لرغباتهم ولا لأقوال من قال كذا وكذا، فإن الله أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وعدم الانحراف عن قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذي لا يخاف الله فهو وما اختار لنفسه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، من شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وعامة بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، وفرق جماعتهم، وأضعف قوتهم، واجعل بأسهم بينهم، وسلط بعضهم على بعض، واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، ودلهم على الحق والصواب يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق. اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.